استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في قصره بحضور معالي الدكتورة أمل بنت عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، معالي مصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية السنغالية البرلمان والوفد المرافق له. ورحب الشيخ نهيان بن مبارك برئيس وأعضاء الوفد البرلماني السنغالي مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين ومتمنيا للوفد النجاح والتوفيق في مهمتهم أثناء زيارتهم الرسمية للدولة.